التدين الشعبي. يعني ايه التدين الشعبي؟ اول ما نقول كلمه التدين الشعبي ممكن نلاقي اسئله كتير تبدا تنطرح علينا، هو في تدين شعبي وفي تدين رسمي؟ احنا هنلاقي في الحقيقه عدد لا نهائي من انواع التدين. في تدين شعبي، في تدين رسمي، في تدين اصولي، في تدين عمالي، في تدين فلاحي، في انواع كتيره جدا من انماط واشكال التدين بتبقى موجوده في المجتمع. كل يعني طبقه او كل مجموعه انسانيه او مجموعه عرقيه حتى تبدا توظف النص الديني اللي بتتلقاه في ضوء الخلفيه بتاعتها. يعني اي انسان لما دخل مثلا الاسلام مصر، فمصر اوريدي كان عندها تراث، ميراث ثقافي، ميراث اجتماعي، ميراث انساني، ميراث اخلاقي، حتى في الهه، في انواع كبيره جدا من انماط واشكال الدين اللي كانت موجوده في مصر قبل الاسلام. لما دخل الاسلام الانسان ما بيقدرش يعمل عمليه ازاله او مزايحه كامله في وقت قياسي لكل الاطر الثقافيه اللي هو كان مؤمن بيها في الماضي، لا، بيبدا يتلقى النص الجديد اللي هو بيؤمن بيه ويبدا ان هو يعمل عمليه تكيف، بيكيف هذا النص في ضوء المكان الموجود فيه، في ضوء يعني مثلا لو النص الديني دخل في منطقه مثلا نهريه او بلد نهري زي مصر، هنلاقي الناس وهي بتتوضا او بتصلي مش هتبقى حريصه قوي على الماء زي ما يكون عندي النص الديني او الدين موجود في بلد صحراوي فيه ندره من الماء. وهكذا الدين بيبدا يتكيف وفقا لاحتياجات الناس، وفقا لثقافه الناس، وفقا لانماط التدين واشكال الافكار المحيطه بالدين اللي دخل على هذا المكان من الخارج. الدين هو مش طالع من قلب هذا المجتمع، هو جاي من خارج هذا المجتمع نتيجه لظروف وملابسات موجوده في مجتمع اخر. لما يجي مجتمع مثلا الدين الاسلامي نشا في مجتمع صحراوي في مكه، لما يدخل مجتمع نهري في العراق او يدخل مجتمع نهري في مصر، هيبقى في طبيعه مختلفه للدين، في طبيعه مختلفه انماط واشكال الطقوس الدينيه، داخله على انماط واشكال طقوس دينيه ثانيه كانت اوريدي متوطنه في المجتمع. يبدا يحصل هنا التفاعل، التفاعل ده من خلاله المجتمع بيبدا يكيف الدين الجديد اللي هو اوريدي مؤمن بيه، او مش مؤمن بيه، هو مؤمن بيه، لكن عشان يقدر يتقبله بيبدا يكيفه مع عاداته وتقاليده واحتياجاته. يبقى هو عمليه تكيف بنائي، تكيف بنائي ما بين الدين الأصلي والنص الديني الأصلي، وما بين العادات والتقاليد والثقافة، وما بين كل ما هو موجود في المجتمع حتى من طقوس، ما هو موجود في المجتمع من أفكار ومعتقدات. طيب هنلاقي ده ازاي؟ هنبدأ نفسره ازاي؟ أعتقد هنفسره في شكل الدين نفسه، وهناخد نموذج للدين الإسلامي، ازاي الدين الإسلامي القادم من الجزيرة العربية بمنطلقات ومقتضيات الجزيرة العربية في لحظة التنزيل وفي لحظة نزول الرسالة على الرسول، إزاي بدأ المجتمع النهري زي المجتمع المصري يتقبل هذا الدين ويتلقفه ويعيد بناءه بشكل شعبي من جديد عشان يقدر أنه يتقبله وينتشر هذا الانتشار الكبير. هنجد أن الدين في لحظته الأولى أو في لحظة دخوله الأولى هو مجرد بمعنى أنك مؤمن بإله لا ترى، أنت ما تعرفش ربنا، أنت ما شفتوش، لكن بتؤمن بيه، بتؤمن بالغيب، بتؤمن بالملائكة، ما شفتهاش لكن بتؤمن بيها. في مجتمعات أصلا كانت بتعيش مع الآلهة يعني لحظة بلحظة، لأن الإنسان الشعبي عموما هو محتاج الدين ومحتاج أن هو يؤمن بإله ويحب هذا الإله، لكن في نفس الوقت هو محتاج أن هذا الإله يحبه، محتاج أن يرى كرامات من هذا الإله، محتاج أن هذا الإله طول الوقت يقول له أنا موجود، أنا معاك، مش بشكل مجرد ومطلق زي ما الأفكار السلفية أو الأفكار الأصولية بتحاول دايما أن هي تضع الدين في وضع الإيقاف وتثبته في لحظة زمنية معينة في زمان معين ومكان معين وتقول هذا هو الدين، هو خلص هنا وتلقفوه كما هو. لا، هو محتاج دايما أن الدين يكون في حالة صيرورة، الدين يكون في حالة دينامية متفاعل معاه، ماشي معاه في نهر الزمن على خط الاستقامة من لحظة التأسيس الأولى وحتى لحظة النهاية. يبقى الإنسان ده من خلال رؤيته للدين ومن خلال رؤيته ربنا هي رؤية إنسانية، هو محتاج ربنا، ما رأيناك لكن عرفناك، إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقيت. هذا هو الواقع، الواقع الديني، هذا هو الاحتياج الإنساني البشري للإله في لحظة معينة بيتجلى فيها هذا الإله في صورة كرامة، صورة معجزة، صورة رسالة معينة يرسلها عبر عبد من عباده. النبي محمد هو خاتم الأنبياء، لكن لا مانع من أن يكون هناك أولياء، لا مانع من أن يكون هناك ولي يتلقى أيضا من الله، يتلقى إرهاصات ومعجزات، وتتحرك المعجزة في التاريخ الإنساني لكي تجدد شباب الدين وتجدد شباب الإيمان بالدين. ليست المعجزة فقط،
ولكن المعجزة فاعلة، الأسطورة نفسها في التدين الشعبي فاعلة، الأسطورة موجودة في التدين الشعبي بتأدي أدوار وظيفية مهمة جدا، لأن الإنسان المهزوم، الإنسان الضعيف، الإنسان الفقير، الإنسان المريض هو محتاج اللي يسنده، محتاج اللي يخليه قادر يكمل، محتاج مش بس اللي يقول له إن النعيم في الجنة فتحمل واصبر، لا هو هيصبر وهيتحمل، هو ما عندوش بديل، لكن هو محتاج مع الوقت ومع الأيام ومع السنين ومع الظروف الصعبة إنه يعالج هزيمته باستمرار عن طريق بريق أمل، عن طريق إضاءة، عن طريق نور، النور ده بيجيله من بعيد، من عالم مفارق، من عالم ما ورائي، مش بس هيقرأ القرآن وفيه شفاء لما في النفس وفيه شفاء للصدور وفيه، لكن هو في نفس الوقت أيضا بيروح عند الولي يتبرك، ليس تبركا بمعنى إن هو بيشرك بالله أو بيضع مع الله إله آخر كما يقول غلاة الصوفية، لا لا لا، هو يلتمس من الله النجاة والخلاص في شكل توسل إلى عبد يرى أنه محبوب عند الله، يرى أنه أثير عند الله، فيطلب منه أن يشفع له عند الله، فتأتي الكرامة وتأتي المعجزة وإلى ما آخره من أعتقد منظومة كونت في عقلية وذهنية الإنسان الشعبي الرغبة في الحياة وحب الحياة، ثم دمج بينهما في نسق جديد، هذا النسق يمنح هذا الإنسان المعذب والتعيس والمهمش القدرة على الاستمرار والبقاء وحب الحياة. التدين الشعبي هو تدين فاعل في التاريخ، هو تدين رخو بمعنى أن المفهوم يتسع لكل أشكال وأنماط التدين. أنا ممكن نلاقي واحدة مسلمة عادي بتروح تضع الشموع للسيدة العذراء في الكنيسة، ممكن نلاقي مسيحي بيروح يحضر جلسة ذكر أو يحضر المولد أو إلى آخره، لأنه يلتمس النجاة والخلاص أينما وجدت هذه النجاة وأينما وجد هذا الخلاص، هو يبحث عن هذه المنظومة المتكاملة التي تتقبل الجميع وتتسامح مع الجميع. ولكن لأن التدين الشعبي هو تدين رخ، فهو أيضا قابل للاختراق، بمعنى أنه من الممكن أن يحتوي على أفكار مع الوقت ومع زمن، هو مثل جلد الغزال يتمدد، ويعني عنده قدرة على أن هو بلا حدود يتمدد باستمرار، فبالتالي من الممكن أن تأتي أفكار من خارج هذا التدين الشعبي قد تتناقض مع بعض معطيات هذا التدين الشعبي، لكن أساس وقلب وجوهر التدين الشعبي يستمر.